الله يعطيهم الصحة والعافية. جينا محل أخذنا أغراض، هاي صاحب المحل ما رضى لا ياخذ منا حساب ولا شيء، لا وطلع وطلع قال بوصلكم بعد. أكرمك الله، والله يعطيك الصحة والعافية. شرينا أغراض ما رضى ياخذ حساب وطلع بناخذ تاكسي، قال لا أنا أوصلكم. الله يجزاك خير يعني، والنعم فيكم عامة أهل النجف وغير المناطق الثانية، صراحة أهل كرم ما قصر، ويض الله وجهك وتشرفنا فيك. كل الشكر، كل الشكر لك حبيبي.